إلى الذين سيطروا ملوكا ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبلغوا بالله. كلما يطول أمرهم في الملك وفي التأسيل لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفا؟ كان الأصول أنهم يزدادوا قوة، لما توصل للقوة كده ويفهموا منها إيه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم داسوا عليكم وأسقطوا،